أو فرحة كما يقول أستاذي سعد العزيز العيادي، وكلماتي تعجز عن التعبير عما أشعر به في هذه اللحظة من محبة وامتنان وتقدير لمن حضروا وشجعونا، شجعوني بشخصي وشجعوا قسم الفلسفة. أنا أرفض سعادة بحضور عمداء، رؤساء جامعات، أصدقاء، زملاء، منهم من درسني، منهم من تكونت في بداياتي معه، ومنهم من هو زميلي الآن. حقيقة كلماتي تعجز عن التعبير عما أشعر به في هذه اللحظة. أشكر السي طه قرفال رئيس جامعة القيروان من كل قلبي، وكل ما أشعر به في هذه اللحظة عن وقفته الجدية ووقفته القوية معي، لأنه أتاح لنا كل الإمكانيات التي ساعدتنا على الإعداد لهذا الملتقى العلمي وعلى إنجازه، كل الإمكانيات المادية ولكن أيضا حتى الإمكانيات إذن التشغيل والإمكانيات النفسية وغيره. وكذلك سي رضوان البريكي عميد هذه الكلية الذي لم يتردد ولو لحظة واحدة عن الإيفاء بكل مطالبنا وعن تشجيعنا وعن مساعدتنا في اللحظات التي توقفنا فيها أو اللحظات التي احتجنا فيها إلى التشجيع والدفع لمواصلة هذا الملتقى على أحسن وجه. إذن برعايتهما بمساعدتهما وصلنا بهذا الملتقى إلى هذه اللحظة التي قلت أني لا أستطيع أن أعبر عنها بما أملك من عبارات أراها محدودة جدا لقولها. أشكر كذلك كل من حضر من زملاء أساتذة، من طلبة، من موظفين، من عملاء، كلهم أعدوا لنجاح هذا الملتقى، وكلهم ساعد بطريقته على أن تكون هذه الأجواء أجواء احتفالية، أجواء ناجحة علميا معرفيا ولكن أيضا إنسانيا. كذلك أشكر كل من ساهم بمداخلة أو بنقاش أو بحوار أو حتى بمتابعة على الهواء، لأني أعلم دون أن أرى أن ثمة الكثير من يتابعنا أونلاين على الهواء، يتابعنا يوميا ويتابع كل المحاضرات التي تلقى إليهم. أيضا أقدم شكري وأقدم إذن امتناني. كذلك أشكر من حضر من البلدان المجاورة ليفكر معنا في الموضوع الذي اقترحناه، والذي هو كما قلنا تفكير في الأزمة أو تعقل للأزمة وليس بحثا لحل عن الأزمة أو عن الأزمات. تابعنا وشارك معنا من وسط إفريقيا، من بلدان إفريقية، من كوت ديفوار، من السنغال، من الكاميرون، من الكونغو الديمقراطية. إذن تابعنا وشارك معنا
متدخلون وباحثون إذن في مجال الفلسفة وفي مجالات أخرى. مداخلاتنا في هذا الملتقى كانت متنوعة، لم تقتصر على الفلاسفة، بل شاركنا الأدباء وشاركنا الحقوقيين وشاركنا مختصين من مجالات أخرى، أرادوا أن يفكروا معنا في الأزمات التي تشغلهم في مجالاتهم، كل على طريقته. وكانت النتيجة أن رأينا وجوهاً ومظاهر للأزمة، ورأينا انشغالات وطرق للتفكير مغايرة، مغايرة لما يفكر فيه الفيلسوف، أو مغايرة لطرق تفكير الفلاسفة، مغايرة ولكنها مثرية، مغايرة ولكنها ساعدتنا على الانفتاح بتفكيرنا على الآخر، وعلى استقبال تفكير الآخر ومعرفة طرق تفكير الآخر. لكل ذلك كان ملتقانا ثرياً متنوعاً، وكان أيضاً رفيع المستوى من حيث المداخلات التي قدمت فيه، ومن حيث المناقشات التي تلت المداخلات، ومن حيث الإدارة لهذه المناقشات والإدارة لهذه الجلسات. حقيقة أنه الأيام الثلاث مرت على أحسن وأتم وجه، منذ اليوم الأول إلى هذا اليوم. إذا كانت المحاضرات رفيعة جداً وعلى درجة عالية من المعرفة أو المعرفية، ومن القدرة على التفكير. المداخلات التي قدمت اليوم، خاصة المداخلات التي قدمها أو قام بها الأستاذ محمد محجوب في فاتحة الجلسة، والتي لخصت كل المداخلات السابقة، في الحقيقة زادت الأيام السابقة إثراء على الثراء الذي تميزت به. وكانت المداخلة الختامية التي قدمها المحاضرة الاختتامية عفوا التي قدمها أستاذنا الجليل الأستاذ عبد العزيز العيادي، إذن محاضرة تغطي وتأتي على كل ما قيل وتتجاوز كل ما قيل، وتنفتح بنا على تفكير آخر تجاوز بنا كل الترددات وكل التعرجات التي قادتنا إليها في بعض الأحيان المداخلات السابقة، حيث أننا كنا في بعض الأحيان نبحث عن حلول، وفي بعض الأحيان نحدد، وفي بعض الأحيان إذا نستعرض إلى آخره. الأستاذ عبد العزيز العيادي قادنا بشكل إذا فلسفي عميق لكي نعود للتفكير في الأزمة، ولكي نعرف ما هي الأفق التي علينا أن نتوجه إليها في تفكيرنا في هذه المسألة. أريد أن أتوجه إلى المتدخلين بالقول أن أعمال هذه الندوة سوف تنشر، وتنشر بطريقة علمية، يعني أننا سنعرضها على اللجنة العلمية المكونة من الأستاذ محمد محجوب، الأستاذ عبد العزيز العيادي، الأستاذ معز المديوني، الأستاذ فتحي الجزو، الأستاذ يوسف بن عثمان، الأستاذ حميد بن عزيزة، الأستاذ محمد بن ساسي، الأستاذة منيرة بن مصطفى، والأستاذ جلال الدين سعيد، الذين أعلناهم في ورقة البرنامج، كل بحسب
كل ورقة بحسب اختصاصها. إذن سوف ينشر هذا الملتقى ونحن ننتظر أن يفيدنا الحضور المستمعون المتابعون لهذه الندوة بمقترحاتهم بعد إن كانت لديهم رغبة في أن يستمر التفكير في الأزمة على نحو ثان، ليكون هذا التفكير الذي قمنا به الآن تفكيرا أولا في الأزمة، لتكون الأزمة تفكير أو تعقل الأزمة واحد، وليكن لنا إذا لقاء آخر نواصل فيه إن شئتم بطبيعة الحال التفكير وتعقل الأزمة إذا في لقاء آخر، ويكون تعقل الأزمة اثنين. اعذروني لقد سهوت في شكري عن ذكر لجنتي التي اشتغلت معها، لجنة التنظيم، وهي التي سهرت على كل هذا العمل الذي ترونه. إذا لجنة التنظيم، أولا أبدأ بلجنة التنسيق التي هي مكونة من الأستاذ منصف الوسلاتي صديقي وشريكي، شريكي في المشروع وشريكي في النظر، لأننا التقينا لننظر في وجهة واحدة ولكي نعد نفس المشروع، ولا فائدة أن أكرر كل ما قاله عن هذا المشروع الذي نعده بدعم من أساتذتنا الذين ذكرهم. كذلك أشكر زميلنا الأستاذ الأسعد الواعر اللي هو منسق معنا لهذه الندوة، إذا أرهقناه كثيرا معنا، نرجو أنه معناها يعذرنا لأنه تعبنا شوية. أشكر لجنة التنظيم وخاصة بشكل خاص سي محمد الحاجي الذي رافقنا ورافقكم منذ البداية، رافقنا قبل أن تبدأ هذه الندوة لحظة بلحظة، افتتتناه من عائلته ليبقى معنا لمدة 4 أيام كاملة من قبل الندوة، وهو من أنجز كل العمل اللوجستي الذي ترونه من إعداد رقمي، من تدخلات رقمية، ومن بث رقمي. وكذلك زملائي في لجنة التنظيم الأستاذ بشير البعزاوي الذي رافقنا أيضا منذ بدأنا هذا المشروع، والأساتذة سندس الهبيري، نوف الحنفي، سلوى ديباج، إذن كلهم كانوا حاضرين وكلهم ساعدونا. ولكن أيضا ثمة طلبة طالبات وطلبة ساعدونا وكانوا معنا طيلة أيام الندوة، ولولاهم لما استطعنا حقا أن ننجز كل ما أنجزناه. في الختام الحقيقة أننا منذ سنوات وليس منذ هذه السنة فكرنا في الاعتراف بالجميل لكل من ساهم في الارتقاء بهذا القسم من قريب أو من بعيد، وفكرنا في أولئك الذين عملوا في هذا القسم وبذلوا من الجهد ومن الوقت ومن المعرفة للارتقاء به لتكوين الطلبة ولي إذا تحقيق قسم فلسفة بأتم معنى الكلمة.
الحقيقة أنه هناك معناها معطلات اعترضتنا منذ 2020 من كورونا اللي هي عقلتنا شوية وأخرت لنا بعض الأعمال، ولكن في النهاية تمكننا من أن نحقق ما أردنا. إذن يتمثل في هذا التكريم أولا في الاعتراف بالجميل للأساتذة الذين عملوا في هذا القسم وأحيلوا على شرف المهنة من هذا القسم، الذين هم الأستاذ بشير القضاعي، الأستاذ عبد الرزاق العابدي، والأستاذ عبد الكريم العبيدي. كذلك إذا سنبدأ بتكريم هؤلاء الأساتذة، لكننا فيما بعد سنمر إلى تكريم الأساتذة الذين إذا كانوا على الدوام معنا، كانوا على الدوام محتفلين ب الأيام العلمية وأعمالنا العلمية سواء من قريب أو من بعيد. حتى من لا يستطيع منهم الحضور فإنه يشجعنا من بعيد. إذن أساتذتنا سي محمد محجوب سي عبد العزيز العيادي كانا على الدوام معنا، وأستاذنا سي حميد بن عزيزة هو أيضا على الدوام معنا رغم أنه في بعض الأحيان لا يتمكن من الحضور. ولذلك فإنه اعترافا بالجميل أيضا وشكرا لهم وامتنانا لهم سنقوم بتكريمهم. إذا سأحيل الكلمة إلى صديقي وزميلي سي منصف الوسلاتي لنواصل إذا حفل التكريم.